بيجي لي اسئله كتير جدا الفتره اللي فاتت من ناس في مجالات مختلفه. انا ميك اب ارتست وعايز اطلع الشغل بتاعي بشكل كويس، اجيب كاميرا ولا اجيب موبايل؟ انا رياضي وعايز اقدم الرياضه بتاعتي للناس بشكل كويس سواء صور او فيديو، اجيب موبايل ولا اجيب كاميرا؟ طب انا مصور مبتدئ وعايز اطلع صور شكلها كويس، اجيب موبايل ولا اجيب كاميرا؟ هو ده موضوع حلقتنا النهارده، وهو ده السؤال اللي احنا هنجاوبه النهارده. انا احمد حسن، وحلقتنا النهارده عن مقارنه بسيطه ما بين الكاميرا والموبايل. قبل بدايه الحلقه فحابب اشكركم كتير جدا على الدعم اللي بتقدمه لي سواء على يوتيوب او على انستجرام او على الفيسبوك، والناس اللي متابعه عندي على انستجرام فبتشوف المسابقات اللي بنعملها والحاجات اللذيذه واللي انا شخصيا ببسط بيها جدا. عملت مسابقه من 5 ايام على انستجرام كان فيها 40 شخص مشاركين فيها ب40 صوره، كسب فيها 3 اشخاص كانوا افضل 3 صور في المسابقه، والاختيار كان بتاعكم انتم بنسبه 100%، وانا ما كانش ليا اي نوع من انواع الاختيار، وكان في المركز الاول باختياركم شاهد محمد بالصوره دي. ممكن برضو تخشوا عندنا على انستجرام، هحط لكم هنا وكمان هسيبه لكم في الديسكريبشن، تعملوا لها فولو وشويه لايكات وتتفرجوا عندها. اما المركز الثاني فكان كريم فتحي بالصوره دي، تقدروا برضو تخشوا عنده على انستجرام، هسيبه لكم برضو هنا وفي الديسكريبشن، تعملوا له فولو ولايكات وتشجعوا الناس دي اكتر. اما المركز الثالث فكانت اسماء المهدي بالصوره دي، انصحكم ان انتوا تخشوا عند الناس دي تعملوا لهم فولو وتتفرجوا عندهم اكتر كنوع من انواع التشجيع والدعم. وانا من مكاني بقول لكم وبقول لل40 شخص اللي شاركوا برافو. وباذن الله برضو هنعمل مسابقه جديده على انستجرام، فلو انت مش عندي على انستجرام خش دلوقتي اعمل لي فولو وتابع او اشترك معانا. في ناس عندهم اقتناع تام ان الكاميرا الموبايل ال 48 ميجا بكسل بتطلع صور افضل واحلى بكتير جدا من الكاميرا البروفيشنال ال 26 ميجا بكسل، وده اقتناع شائع جدا، وناس كتير وهي بتختار الكاميرا او بتختار الموبايل المناسب ليها بتبص لحته الميجا بكسل، وبيكون هو المؤثر الوحيد على القرار بتاعها في اختيارها للكاميرا او الموبايل المناسب ليها. في حلقه النهارده بقى هعرفك ان الميجا بكسل مش هو المقياس او الحاجه اللي تقيس عليها الموبايل او الكاميرا اللي انت هتختارها، وهعرفك شويه حاجات على اساسهم هتقدر تقرر انا اشتري موبايل ولا اشتري كاميرا. خلينا في الاول نتكلم على الحاجه الاهم وهي حجم السنسور. حجم السنسور او المستشعر في الموبايل بيكون اصغر بكتير جدا من حجم السنسور في الكاميرا. السنسور ده بكل بساطه وبالبلدي خالص هو الحاجه اللي بتقرا الضوء والمعلومات اللي في الصوره، فكل ما كان حجم السنسور اكبر كل ما هيلقط معلومات اكبر واضاءه اكبر للصوره. التصوير الليلي بالموبايل مش بيبقى افضل حاجه، والصوره بيبقى فيها نويز كتير او النغمشه اللي بتبقى موجوده في الصوره بتبقى كتير، وتفاصيل الصوره مش بتبقى باينه الى حد كبير، فده بيخلي الكاميرا تتفوق بنسبه كبيره جدا في التصوير الليلي. تاني حاجه واللي اعتقد ان هي ممكن تاثر بنسبه كبيره جدا على اختيارك وهي الحجم. الحجم ممكن ياثر على اختيارك، ممكن ياثر على اختيارك بنسبه كبيره جدا. حجم الموبايل اصغر بكتير جدا من الكاميرا. الموبايل ممكن ببساطه تحطه في جيبك، ولو حتى هتصور بيه فيديو فممكن تاخد معاه الجيمبل بتاعه اللي ممكن يكون الاوزمو اللي حجمه صغير جدا. حجم ادوات الموبايل والموبايل بيكون صغير جدا. على العكس تماما بقى في الكاميرا اللي بيكون فيها ادوات كتير جدا، الكاميرا والفلاش واللنسات وشنطه الكاميرا، حاجات كتير، واللي اكيد مش هيكون سهل ان هي تبقى موجوده معاك في كل الاوقات، ودي ميزه كبيره جدا وحلوه جدا في الموبايل. الموبايل في جيبي بكل سهوله، ممكن لو حصلت اي حاجه قدامي اطلع الموبايل واصور، وده هيحميك من حركه غريبه جدا بتحصل عندنا في مصر في بعض الاماكن ان هم بيمنعوا دخول الكاميرا او بيمنعوا ان الكاميرا تصور جوه، مع انه بيكون سامح لك ان انت تصور بالموبايل. مش فاهم الحقيقه ليه، ولا حتى هم فاهمين ليه، مع ان اللي هصوره بالكاميرا هو اللي هصوره بالموبايل، فانت هتشتري دماغك من نقطه ممنوع دخول الكاميرا. الاعدادات وسهوله تصوير الصوره دي من الحاجات المحيره جدا، واللي ما تعرفش بقى فيها النقطه تروح هنا ولا تروح هنا. يعني مثلا الكاميرا فيها اعدادات كتير جدا وفيها مرونه اكتر في اختيارك للاعدادات، تقدر تعمل كل اللي انت عايزه في الصوره بدقه اكبر بكتير جدا من الموبايل. هديك مثال بالديب سوب فيلد او عمق الميدان، او تقدر تقول عليها بالبلدي الصور اللي فيها عزل. الصور اللي فيها عزل دي ببساطة جدا بتعملها بالكاميرا باختيارك للاعدادات المناسبة. لو عايز تاخد عنها فكرة اكبر هتظهر لك حلقة هنا بتتكلم عن مثلث التعريض، بس زي ما انت شايف وزي ما قلت لك عشان تعرف تطلع بيها صور حلوة هترجع لحلقة عن مثلث التعريض وتتفرج عليها وتتعلم اكتر في الكاميرا. يعني بمعنى اصح هتغوط شويه في التصوير. شركات الموبايل بقى حاولوا يعملوا شويه حاجات كده جميله تقرب الكاميرا من الموبايل. بالذكاء الاصطناعي حاولوا يحلوا مشاكل كتير جدا كانت موجوده في الموبايل، وكمان حاولوا يقربوا من خاصيات كتيره جدا موجوده في الكاميرا. البورتريت مود او وضع البورتريت بيحاول يعمل لك العزل اللي موجود في الكاميرات الاحترافيه، لكن اكيد ما كانش دقيق 100% وما كانش قريب حتى من كاميرات الدي اس ال ار، فابتدينا نشوف مشاكل على حواف الشخص او الاوبجكت اللي بنصوره. اما في الكاميرا فالشخص او الاوبجكت اللي بنصوره بيكون الحواف بتاعته حاده جدا. فنقدر نقول لو انت حابب تغوط في التصوير وتتعلم اكتر فالنقطه تروح للكاميرا، اما لو انت حابب حاجه سهله بالذكاء الاصطناعي تطلع بيها نتائج، هي بتكون على فكره مش بتكون سيئه، بتكون نتائج حلوه الى حد ما،
الذكاء الاصطناعي بيحل لك مشاكل كتير جدا، فالنقطه تروح للموبايل. اما بقى بالنسبه لموضوع الميجا بكسل، ازاي كاميرا موبايل من الفئه المتوسطه او الفئه اللي هي تعتبر القليله كمان اللي ب 5 و6000 جنيه بتكون 48 ميجا بكسل، والكاميرا الاحترافيه اللي بتبقى ب 27 و30 الف جنيه بتكون 26 ميجا بكسل. الميجا بكسل بيعبر عن حجم الصوره مش جودتها، يعني بمعنى اصح الميجا بكسل بيعبر عن حاصل ضرب طول في عرض الصوره، يعني بمعنى اصح الصوره اللي ابعادها 1600 بكسل في 1200 بكسل بتكون عباره عن 2 ميجا بكسل. طب امتى احس بالفروقات ما بين الميجا بكسل العالي والميجا بكسل القليل؟ الفروقات دي عمرها ما هتبان تماما غير لو هتتفرج على الصوره مثلا على شاشه كبيره، او مثلا هتروح تطبع الصوره فهتأثر على الطباعة. ده الوقت الوحيد اللي هتحس بيه في الفروقات ما بين الميجا بكسل العالي والميجا بكسل القليل. طب انا بقى لو فاشن بلوجر ولا انفلونسر، هل الميجا بكسل هتفرق معايا؟ بص، هو علميا لو صورت صورة بكاميرا 500000 ميجا بكسل وصورت صورة بالموبايل 4 ميجا بكسل، الانستجرام بيقبل صورة 1.5 ميجا بكسل. هات الصورتين الانستجرام هيخليهم 1.5 ميجا بكسل ومش هتلاقي اي فرق ما بينهم. فبمعنى اصح مستخدمي الانستجرام مش هيفرق معاهم الميجا بكسل نهائي. اما الناس اللي بتطبع صور ولا اعتقد ان هم مش كتير، فهيفرق معاهم الميجا بكسل. من ضمن الحاجات برضو اللي لازم تبص لها وانت بتحدد قرارك ما بين الكاميرا وما بين الموبايل، هي ان صورة الكاميرا بتكون صورة خام الى حد كبير، وده بيديك مساحة اكبر بكتير جدا انك تعدل عليها. على العكس تماما، صورة الموبايل الذكاء الاصطناعي بيأثر عليها وبيعدل فيها بنسبة كبيرة، وبيكون فرصة تعديلك على الصورة اقل. لكن برضه عشان تعدل على الصوره محتاج ان انت تتعلم ايديت. ناس كتير بتلاقيها بتقول انا شكلي في صوره الموبايل احلى بكتير جدا من شكلي في صوره الكاميرا، وده للاسف الشديد بسبب ان الكاميرا بتديك الواقع بنسبه 100%. فبرضه هنا ما اقدرش احدد النقطه للكاميرا ولا للموبايل. انت عايز تتعلم ايديت وتطلع صور احترافيه اكتر ويكون عندك فرصه اكبر انك تعدل على الصوره، فاختار الكاميرا. اما لو انت اصلا مش عايز تتعلم ايديت ومش عايز اصلا توجع دماغك وراضي ان الكاميرا هي اللي تعدل الصوره وتخلي الصوره شكلها احلى، فالموبايل بالنسبه لك افضل. مش عارف ليه حاسس كده ان انا حيرتكم الحلقه دي اكتر. خلاصه الحلقه بقى ونصايح شخصيه مني. من وجهه نظري الشخصيه، لو انت ميك اب ارتست فمش هتبقي عايزه تخشي في تفاصيل التصوير وتتعلمي التصوير وتتعلمي الايديت والحاجات دي، فبالنسبه لك الموبايل افضل بكتير. اما لو انت مصور مبتدئ ومحتار ما بين الكاميرا والموبايل، كاميرا افضل ولا موبايل، فانا انصحك بنسبه كبيره جدا بالكاميرا، لانك كده كده لازم هتتعلم التصوير بالمانوال مود، ولازم اصلا هتتعلم الايديت في الصور، فاكيد الكاميرا بالنسبه لك افضل. لو انا رياضي وبصور فيديوهات رياضيه وصور رياضيه، تنصحني بكاميرا ولا بالموبايل؟ برضه بنسبه كبيره انصحك بالموبايل، الا لو كنت ناوي انك تتعلم التصوير. وطبعا انا رديت في نص الحلقه، لو فاشن بلوجر فبالنسبه لك الموبايل احسن بكتير جدا، والكاميرا مش هتعمل لك اي اضافه اصلا. اتمنى اكون عرفت ارد على معظم الاسئله اللي اتسالتني الفتره اللي فاتت واللي محيره ناس كتير جدا في اختياراتها، واتمنى كمان انك دلوقتي تكون قادر تحدد اختيارك. بما انك وصلت لنهايه الحلقه، فانت حد مميز عندي جدا وواحد من عيلتنا الكبيره وجامد. اشوفك على خير في حلقه جديده قريب جدا.